تسوون الملايه. فحط كل شيء عندي اياه بالميسنجرز ونشوف شلون راح يكون الشكل. ايها كل وحده هيك راح تطقطها. Hello guys, welcome back to my channel. إذا أنتوا جديدين هنا لا تنسون تسوون سبسكرايب وثامز أب. طبعا الفيديو ويانا اليوم راح يكون عن تمارين للبطن ويمكن أخلص وياكم فلوغ. أنا وعلي عندنا مسواق هسه خلصنا ركض، ركضنا تقريبا مايل واحد وارم أب مثل هيك تحمية للجسم. هسه راح أبلش أسوي وياكم التمارين مال البطن. كوم من عندكم ليسألوني ثريا شنو التمارين اللي نقدر نسويها بالبيت للبطن بدون أجهزة بدون جيم بدون أي شيء. طبعا علي هذا هو قاعد يسوي بوش أب. جبت ماتي المات وجيت بحديقة هنا بميموريال بارك وراح أسوي وياكم التمارين. تشوفون الهواء قد عالي؟ علي بع الهواء قد عالي. أوكي أنصح تركضون أو تسوون مثلا درج تنزلون تصعدون قبل ما تسوون اكسرسايزز حتى تحمون جسمكم. يعني حاولوا تسوون أي شيء، رقص ممكن يحمي الجسم، ركض، صعدت الدرج نزلته، يعني لمدة 10 دقائق انتم تحمون الجسم حتى يكون جاهز للاكسرسايزز. واهم شيء هم تسوون ستريتشز. هسه راح اسوي وياكم ستريتشز انا اسويها للبطن مختصة. يعني اول شيء للبطن اذا تريدون تسوون ستريتش زين تنامون على اليوغا مات وترفعون جسمكم هيجي، ترفعوه وتسوون ستريتش للبطن. اللي ما عنده درج او ما يريد يركض وما يريد يرقص اكو طريقه ثانيه هم تحمون بيها الجسم، تنزلون على القاع وتسوون هيجي، هاي تحمون هم بيها الجسم. اللي ارجع اعيد لكم اياها، ايديا صارت كليتها وسخ، راح احط ايديا على المات واشوفكم شلون هالطريقه. هاي الطريقه تحمون بيها الجسم. راح نسوي اول تمرين. اول شيء راح تسووه هو ترفعون رجلكم هيجي وراح تسوون كانه دا تريدون تطخون اصابعكم، بس انتم هيجي تسووا فد 20 وحده او 25 وحده. أنا راح أسوي من كل شيء 20 وراح تسوون كرانشز هيج. الحركة الثالثة اللي أسويها مثل بايسك. اوكي جايز الخطوه اللي وراها تفتحون ايديكم هيجي وتعكسوها هيجي، تفتحوها ويا الرجل تسوون هيجي. طبعا هاي تبقى تتحرك. طبعا انا كل ما اتعب استراح وارجع اعيد. هسه راح اسوي كرانشز عاديه. طبعا تقدرون ترفعون رجليكم او تحطوها بالقاع، يعني تقدرون تسوون هيجي او ترفعون الرجل وتسوون هيجي. جايز راح اسوي لكم حركه تحركون بيها الخواصر كلش زينه للخواصر. تحطون رجليكم هيك عادي وراح تحاولون تطخون الكعب مال الرجل هيك وهيك هيك وهيك. راح اموت تعب. هاي الحركه هم للخواصر، تعكسون الرجينات وتنزلون واحد
اثنين. هسه بدلت مكاني وخلي اشوف لكم بعض اكسرسايزز تقدرون تسووه. مو الا كل هاي الحركات تسووها، بس انا دا اسوي لكم عده حركات، لان كل حركه راح تروح على عضله معينه. فانتم من تريدون تسوون اكسرسايزز للبطن تريدون بيسكلي تحركون اكثر عدد ممكن من العضلات حتى تكبر، حتى تبين، حتى تبرز، حتى يروح الفات المدار مدارها وتبقى بس العضله. خلي نكمل. عندي هاي الحركه كلش احبها، هاي كلش سهله من تتعودون عليها طبعا. هاي تنامون بيها على ظهركم تسوون نملاية. تقدرون تحطون ايديكم جوا مؤخراتكم حتى تصير شوية اسهل، وتخلون الرجلينات عدلة وتسوون مثل المقص. يلا هوي. طبعا انا رح ارجع اعيد بعض من الحركات اللي سويتها. سوي استرتش ثاني لبطني مت التعب. تقدرون تسوون بايسيكل او سبايدر مثل هيج، واحدة اثنين ثلاثة. طبعا عكس دا تودون الرجل عكس الاتجاه. اخر شيء تسووه ورا ما تخلصون كل التمارين اللي تسووها للبطن تسوون بلانك. بلانك معناه تبقون هيك واقفين. بس انا قبل ما اسويها، قبل ما اوقف، احب اسوي صفر، او انا واقفه اسوي صفر. خلصنا انا وعلي اكسرسايزز، راح ننتظر شويه ينشف عرقنا قبل ما نقعد بالسياره حتى السياره ما تصير كليتها عرق. طبعا انا شنو حاطه المات يم بيت النمل، هي انا بيت النمل انا يمه بالضبط. اسمك بيت So that's it guys. مثل ما شفتوا هي هاي الاكسرسايزز اللي اني احاول اسويها على بطني. ان شاء الله تكونون استفاديتوا من هاي الاكسرسايزز. هاي الاشياء اذا تحاولون تسووها مثلا 3 مرات 4 مرات بالاسبوع شوية تدريجيا راح تشوفون فرق على بطنكم. يلا guys خلي نروح نتسوق. جبنا باينابل. عليها كل واحدة هيك راح تلقطها. راح اخذ واحدة حتى اسوي تمن مال قرنابيض، كلش طيب طبعا. شوفت لكم شلون تسوون تمن قرنابيض، ما ادري شو وقت، بس كلش سهل. تبرشوا وتحمسوا بس ذاتس ات. تحمسوه 5 دقائق ويصير. طبعا تحطون عليه البهارات، الملح، شوفوا ماكو. كم واحدة؟ أربعة؟ أربعة. بعد تفاح. حصوري كله؟ حصوري كله؟ الوقت؟ طبعا احنا اكثر من سواقنا خضروات وفواكه، فصار لنا ساعه نتفرج هنا، ترى ورا هاي بعد ما عندي. يلا بس البيض والاشياء
تسألوني من وين تشتري، يعني اشتري من الHEB هذا. طبعا اني اليوم راح اسوي لعلي تاكوز، هم مسوي فيديو راح احط لكم اياه هنا فوق، شوفوا احنا شلون نسوي التاكوز. فاني استخدم هذا كريسبي تورتيا بريد بيسكلي، اموت عليهم انا وعلي. وين الكريم تشيز؟ كريم تشيز بعد لي قدام، بس اريد اشوف الاكسبيريشن مالته شو وقت. اوغست. يلا نمشي. باحناها كليتها مسدود، ما تقدرون مثلا انتم تحطون مالتكم الكرزات هاي الاشياء. جايز هسه هاي طلعتنا انا وعلي، خلاص خلصت الطلعه. ها هي تعرف ايش قد طولنا؟ 30 minutes. That's a long time. يجي علي هسه نزل دا يجيب الايجز، قلت له ما تسوى اثنيناتنا ننزل، واحد من عندنا ينزل فقط، فهو نزل دا يجيب الايجز وانا قاعده دا انتظر بالسياره. مثل ما شفتوا جايز مسواق كلش هيلثي، يعني بصراحه انا وعلي اثنيناتنا نحب نفس الاشياء، فاكثر الاشياء من اشتريها تكون يا اما خضروات يا اما فواكه واللحوم وهيك اشياء، كلها اشتريتها اني من قبل اسبوعين لان كنت كلش خايفه، فقمت اعبي لان ما كنا نعرف ايش راح يصير، بس هسه عرفنا انه المحلات بحياتها ما راح تسيل، اكو اشياء ما راح تخلص، دائما راح يعبوهم. الشارع كله خربان، هذا الشارع اللي عندنا احنا بيستو. والله طبعا بسيارتك ما احسها هيجي، بسيارتي احسها اكثر، الطبات اعلى صح؟ وصلنا على البيت، ورانا مشوار نصعد المسواق. باي 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 شلي باي جايز. هنا عندنا التاكو ميت سويته وحطيت وياه تورتيا بريد، هنا طبعا مسويته وياكم قبل، بس كل الفرق حطيت فوقها جبن ومواعته، وهاي يا رجاجيك. هاي جايز طبعا رجعنا للبيت، عدلنا المسواق، اني طبخت بسرعه وهسه ريحتي ريحه رياضه وطبخ، بس قبل ما افوت اسبح دا اريد اعزل بالمطبخ. اوكي جايز هذولي الحافظات اللي حاطتهم هنا اتصور شايفيها انتم بالمطبخ مالتي، هذولي اريد ابدلهم لان بصراحه ما يرهمون ويا اي شيء اني مشتريته بالبيت، ما يرهمونها ويا التايل. فمن شفت الميسن جارز قلت لعلي هاي احسن فكره انه نحط الاشياء بالميسن جار، انه هيجي اتس ا نايس فايب وشفافات وكلش زينين، لان هم اصلا يسوون سكشنينج يعني ما يخلون الهواء يطلع او يدخل للاشياء، فحتى احسن من هذولي اللي عندي اياهم تقريبا. انا هنا حاطه عدس، فراح احط العدس مره ما غسلتها ونشفتها وتركتها شويه تنشف هواء حتى ما تصير بيها رطوبه، فنشفتها كومبليتلي. راح انقل العدس واحطه بيهم، فراح انقل كل شيء عندي بالميسن جارز ونشوف شلون راح يكون الشكل. اي وحده احلى؟ هاي لو هاي؟ اني اي سي هاي وانت تقولون هاي؟ اوكي اي نو اي هيرد يو. أنا عندي الشعرية، الشكر لازم شوية شوية أفرغه، من الباكر الصبح يلا أخلص الشكر. هيجي صار. هاي شلون تقول؟ بالضبط باعوه هيك صار، احس اخذ مكان اقل واعرف اكزاكتلي انه كل علبه شنو بيها، وما ادري هيك احلى، ما ادري رغم ويا الكيتشن مالتي احلى فحبيته اكثر. راح احط لكم صوره هنا شلون كان وهسه شلون صار، انا احس هسه بهوايه احلى صار. وذاتس ات جايز، خلص يومي وياكم هسه تقريبا الساعه 7 العصر، لان بلشنا رياضه انا وعلي كلش متاخر تقريبا بالثنتين، والحين تسوقنا رجعت طبخت عزلت بالمطبخ رتبت نظفت سويت هاي وياكم، واكيد اتمنى انه استفاديتوا من الرياضه سويتها وياكم وتونستوا ويانا. اذا حبيتوا هذا الفيديو وتونستوا وياي لا تنسون تسوون سبسكرايب هنا وثامز اب اذا حبيتوا هذا الفيديو، وانا احبكم كلش هواية وأشوفكم على المرة الجاية. I know I heard you.